السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد الخضري من ماكس في ليرن. اليوم راح نكمل موضوع الفاريبلز وناخد اكزامبلز اكثر عشان نفهم الصورة بطريقة افضل ان شاء الله. انا عندي بلوك مكون من ديكلير وبيجن وانت. طبعا انت بتقدر تفتح الفايل حسب الليسونز المرتبة عندك عشان الفايلات كلها موجودة عندك. بشكل عام هذا الفايل فيه تمرينين، التمرين الاول فيه بلوك، فيه الديكلير عرفت في ديت من نوع ديت، اذا عرفت فاريبل من نوع ديت. طيب شوفوا، دائما غالبا بنسمي الفاريبل بفي اندرسكور، يعني انه فاريبل عشان يكون له مينفول. طيب في ان او من نوع نمبر، نقطتين يساوي 10. انا عرفت نمبر وبنفس الوقت اعطيته قيمه مبدئيه تساوي 10، اذا باستخدام نقطتين يساوي، نقطتين يساوي، او فيك تحط كلمة ديفولت بدل نقطتين يساوي، اذا طريقتين. طيب فينيم فاركار 200 نطنل، انه لازم يكون نطنل نقطتين يساوي خالد، اذا انا عرفت فاريبل اسمه فينيم، هو عبارة عن فاركار 2 يعني فيه كاركتر من 100 نطنل، واعطته قيمة مبدئية يساوي خالد. لازم تعرف معلومة انه when you use not null then you should give value، يعني اذا انت عرفت variable وقلت له not null اجباري تعطيه ايش؟ قيمة مبدئية في declarative section. اذا احفظ هاي المعلومة. طيب begin. هلا انا رح اسوي مجموعة طباعة. شوفوا، اول اشي قلت له dbms output.putline vdate، اوكي، بعدين في نمبر، بعدين في اندرسكور نيم. طيب خلينا نشوف، اول اشي نطبع هذا، ننفذ هذا السكريبت ونشوف كيف بدها تكون الاوتبوت عشان نفهم بالضبط شو صار. شوف، راح انفذه، راح يقول لي اشبك على الداتابيز، راح اشبك على الاتش ار. قال لي انونيمس بلوك كومبليتد، مزبوط ولا لا؟ فانا عشان يشتغل لازم اروح على الفيو واقول له view dbms output، وراح اسوي enable لهاي اللي هو dbms output على نفس الكونكشن. فهلا راح ننفذ مره ثانيه. قبل ما ننفذ خلينا نحاول نتوقع شو بده يصير. اول اشي begin dbms output putline vdate. طب هاي vdate بده يطبعها، هل له قيمه مبدئيه vdate؟ اذا انا بتوقع انه يطبع null. اذا ما كان الفاريبل إله قيمة فهو قيمته بتكون null. حلو الكلام؟ طيب dbms output line v number، ال v number كم؟ 10، إذا حيطلع عندي 10. بعدين dbms output line v name حيطلع عندي خالد. طيب بعدين خلينا ننفذهم شوي شوي عشان نعرف شو بده يصير. يلا نفذ، هاي طلعت عندي. إذا أول إشي نبدأ واحدة واحدة. إجا أول إشي dbms output line الـ vdate، الـ vdate ما لها قيمة، إذا جاب لي هون سطر فاضي null، إذا فاضي null. بعدين السطر الثاني شو قال لي؟ dbms output line vno، الـ vno كم قيمتها؟ لها قيمة 10، فطبع 10، كلام صح. بعدين هلا الثالثة dbms output اللي هو الـ vname، الـ vname وينها؟ هاي vname not null خالد، إذا طبع خالد، إذا هاي أول ثلاثة values لحد الآن تمام. حلو الكلام؟ طيب بعدين شو قال لي؟ قال لي هون انه ال VNO تساوي ال VNO زائد 10. شو يعني ال VNO زائد 10؟ يعني زود لي ال VNO انه يساوي 10، اذا اصلا فيها 10 وبدي ازيدها كم 10، شو بدها تصير؟ بدها تصير 20. حلو. بعدين ال VName يساوي احمد، انا استخدمت ال VName هاي سويت لها مساواة لأحمد، فاذا خلص هاي بطل داعي لانه انا هون عدلتها هون، صح ولا لا؟ اذا انا عرفته صحيح هون في قسم الديكلاراتيف، لكن بقسم الاكسكيوشن شو سويت؟ اعطيته قيمه ثانيه فصار اسمه احمد. بعدين قال لي dbms output.putline vname، مين صارت الفينيم؟ صار احمد، فاذا طبع عندي احمد. حلو الكلام؟ طيب بعدين الفيديت عرفت له قيمه انه 10 ماي 2012. طبعا الديت لازم عشان الديفولت فاليو للديت اللي هو dd MONRR،
هذا الديفولت للديت. طبعا هاي المعلومات لازم تعرفها انت من SQL State من SQL. وطبعا انا اعطيته 10 ماي 2012 لحالي بسوي لها تحويل لديت، لانه ما دام انت بتسوي الديت بطريقه رقم كتابه رقم، انه اليوم رقم والشهر كتابه ثلاث احرف زي ماي او جانيوري حتى حطيته، بعدين حطيت السنه ارقام بتحول. فدائما لما تحط انت رقم الشهر كتابه بعدين رقم لحاله بيسوي له implicit conversion. فانا عرفت الفي ديت من نوع ايش، اعطيته assignment سويته ب 10 ماي 2012 بعدين قلت له اطبعها، فطبع لي اياها 10 ماي 2012. اذا شغلنا صح 100%. طب انا خليني اطبع الفي نيم الفي ان او، مش الفي ان او كان 10 بعدين قلت له الفي ان او الفي الفي اندرسكور ان او يساوي الفي ان او اللي هو 10 زائد 10، فاذا صارت القيمه صار فيها 20. فخلينا نعمل زي هيك هلا ننفذها مره تانية اوكي، ونحط بدل الفي هون حنطبع الفي ان او، هاي الفي ان او. حلو الكلام. طيب نسوي كلير وننفذ مره تانية. ايوه اذا مشي معانا بنفس السيكونس، مشي 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 وصلت هون طبع ال 20 مره تانية اللي هي ايش، اللي هو الفي ان او. ليش الفي ان او صارت 20؟ لا قلت له لانه انا هون قلت له الفي اندرسكور ان او يساوي الفي اندرسكور ان او. طب الفي ان او قديش قيمتها؟ 10 زائد 10، فصارت تحتوي على قيمه ايش، 20. فاذا هاي هي بكل بساطه اللي الهدف منه. شو تعلمنا؟ تعلمنا اني انا بعرف الفاريبلز في قسم الديكلاراتيف، لكن انا بستخدمها وبغير عليها بقسم مين، الاكسكيوتبل. اذا هاي هي بشكل عام. خلينا ناخذ مثال تاني ان شاء الله. المثال التاني شو بقول؟ declare في ديت من نوع ديت نقطة يساوي سيس ديت. اذا انا عرفت متغير من نوع ديت واعطيته ديفولت فاليو السيس ديت. اذا فيني انا اعطي ديفولت فاليو باسم فانكشن زي السيس ديت، فيني احط اليوزرز، اذا كل هاي الامور فيني استخدمها. طيب بعدين قلت له الفي ان او نمبر نقطتين يساوي 10 ضرب 2، اذا انا برضو ممكن اسوي عمليه حسابيه في فيريبل، اذا بصير. طيب الفي اندرسكور باي بالرياضيات قلت له كونستانس انه هو عباره عن قيمه ثابته ونمبر تساوي 3.14. اذا انا عرفت ثلاثه فيريبل بطرق مختلفه. اول واحد اعطته فانكشن زي السيس ديت، هون اعطته فيريبل اعطته قيمه حسابيه انه 10 ضرب 2 يعني 20، وهون عرفت انه هو عباره عن كونستانس نمبر وقيمته 3.14. بعدين شو عم بقول له هلا؟ اطبع لي الفي ديت، حيطبع لي تاريخ اليوم. اذا قديش تاريخ اليوم؟ تاريخ اليوم 9 مارش 2016. بعدين حيطبع لي الفي ان او اللي هو حيطبع لي كم؟ 20. بعدين حيطبع لي مين؟ حيطبع لي الفي اندرسكور باي اللي هي القيمه الثابته 3.14. بعدين قلت له الفي ديت يساوي الفي ديت زائد 10. يعني شو الفي ديت؟ الفي ديت اصلا محتوي على السيس ديت زائد 10، راح يزود السيس ديت تاريخ اليوم ب 10 ايام وطلع لك اياها. بعدين اطبع لي هذا التاريخ. خلينا ننفذها. شوفوا هننفذها بطريقه نعلم عليها ونقول له اكسكيوت. فاول شيء طبع لي الفي ديت تاريخ اليوم، قديش تاريخ اليوم؟ 9 مارس 2016. اذا هاي اول وحده صحيحه. بعدين اطبع لي الفي ان او، الفي ان او هي قيمتها كم؟ 10 ضرب 2 طبع لي 20، كلام صحيح. طيب بعدين اطبع لي ال v underscore by اللي هي القيمة الثابتة للباي، اذا حيطلع لي 3.14، اذا كلام جميل. بعدين قلت له انه ال v date يساوي ال v date زائد 10، اذا انه شو حصوي؟ اليوم تاريخ كم؟ 9، راح يزود عليها كم؟ 10 ايام، راح يصير 19، لانه ال date زائد number يساوي date. طبعا هاي المعلومات لازم تعرفها في ال SQL، دروس ال SQL. طيب بعدين بعد ما سويت الفاريبل ساويته بهاي القيمه، يعني غيرت قيمته، بعدين طبعته، فحيطبع لي 19 مارش 2016. هلا انا هون مثال صغير عم بقول لك، قلت لك لو حاولت تسوي هون مثلا انه الفي اندرسكور باي يساوي 10، يعني هو مش هو قيمته كانت 3.14، لو قلت له يساوي 10 حيعطيك ايرور. ليش؟ لانه ما دام انت عملت له كونستانس يعني قيمه ثابته لا تستطيع تغييرها. إذن أنا هلأ بلشت إني معلوماتي
توضح وبلشت تصير أحسن وأحسن. إذن بهذا اليوم يكون قد أنهينا المعلومات اللي لازم تعرفها. الدرس الجاي هناخد الداتا تايبس أكتر، نعرف شو الداتا تايبس اللي ممكن أستخدمها في البي ال اس كيو ال، ونعرف مجموعة أمور أخرى. وبهذا اليوم يكون قد أنهينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.